بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي مش عشان تبقى انت يعني راجل بتاع انترفنشن، يعني تبقى عارف بس ايه اللي ممكن يتعمل، بحيث انك انت لو اقدمت على حاجه من دول تبقى عندك الاحتياطات اللي انت هتعملها، ولما تيجي تكتب تقارير ممكن تريكومند حاجه وانت عارف ان الحاجه دي تنفع تتعمل، بدل ما انت تريكومند حاجه وبعدين يروح الدكتور بعتها لك يقول لك طب اعملها لنا، فتقع انت بقى في الايه، في المشكله، وتبقى مش عارف ممكن نعمل الحكايه ديت ولا ما نعملهاش. زي العيانين اللي عندهم ليمف نودز في الميديستاينم والليمف نودز صغيره، ما تقولش سي تي جايدد نيدل بايوبسي از ريكومند، تقول ليمف نود بايوبسي از ريكومند، لو انت عاوز يعني تريكومند حاجه. ايه الحاجات اللي احنا نعرف نعملها في الشيست؟ نمره واحد واكتر حاجه بتتعمل اللي هو النيدل بايوبسي، سواء كان من البلمونري ليجنز او من الايه، من الميديستاينال ليجنز. من الحاجات اللي احنا بنعملها برضو فريكوينت انك انت الكولكشنز اللي في البلورا تفضيها. ايام زمان كان كل الحاجات دي بتتفضى اندر ووتر سيل، دلوقتي يعني احنا بنفضي الحاجات ديت كويس قوي، especially الحاجات الانسيستد او الانفكتد، يعني امبييما وكده وانسيستد بلورال افيوجن، كل ده بيتفضى سهل بالانترفنشن. وبعدين دي ما بتتعملش كتير، انك انت تفضي لونج ابسس، ما تقدمش على كده الا في ظروف معينه اقول لك عليها. والحاجات بتاعت الانجيوجرافي، انك انت في الانجيوجرافي يا تقفل الفيسل يا تفتح الفيسل، فاللي فتح الفيسل في الاريا بتاعتنا مش موجود، انك انت بس يكون في بالمونري امبولس وعاوز تخش بقسطره وتجيب الامبولس علشان تخلي الارتري يبقى بيتنت، لكن العكس موجود كتير، انك انت تقفل البرونكيال ارتري او تقفل الاي في ام او تقفل الحاجات في العيانين اللي عندهم هيموبتسيس وكده. الانديكيشنز بتاعت النيدل جايدد بايوبسي بالكتير بالعبيط يعني زي ما بيقول. فانت كل الموضوع منصب على انك انت تعرف ذا نيتشر اوف ذا ماس، and even you know the nature of the mass زي البرونكوجينيك كارسينوما، بتبقى عاوز تعرف الايه السيل تايب. ف evaluation of pulmonary nodules confirming the possibility of metastasis، العيانين اللي عندهم برايمري مالجنسي وعنده هامرتوم، مش هتقدر تقول له اصل دي هامرتوم وفيها بوب كورن كالسيفيكيشن، روح، مش هينفع، لازم ان يبايوبسي ذس نيدل ذس ليجن تو كونفيرم ان هو بناين، خلاص، او العكس ان هو يكون ما عندهوش برايمري مالجنسي معروف وعنده مالتيبل بالمونري نودولز شكلهم ميتاستاسيس، وانت ممكن تاخد واحده منهم عشان تعرف الميتاستاسيس جايه من فين، يعني سواء كده او كده. البلورال ثيكنينج ودوت احنا ما بنعملوش الا لو كان الثيكنينج يعني سنتي فما فوق، يعني ما تعرفش تعمل تاخد بايوبسي من البلورا وهي 3 مللي، او من البلورا وهي نورمال ما تعرفش تاخد، ده لازم يكون سيرجيكال، لكن لما تتخن عن سنتي تقدر انك انت تاخد منها. ستيجنج اوف لانج كانسر انفكشنز في اللانج زي ما قلت لك، ديفيوز لانج ديزيز ممكن تاخد منه بايوبسي، في الالفيولار بروتونيوزس وفي العينين عندهم انترستيشال لانج فايبروزس والانترستيشال نمونيا ساعات ممكن تاخد منها وهكذا. علشان تعمل النيدل بايوبسي في طبعا بتختلف من مكان لمكان، يعني الاول حاجه يكون عندك الكلينيكال داتا ويكون عندك الافلام. بعض الناس بتشترط ان يكون في كونسنت من العيان ان هو ان انت قلت له النيدل بايوبسي دي بتموت وبتعمل ما اعرفش ايه وممكن ما تطلعش سليم من عندنا وكده، ومع ذلك يمضي لك، ماشي، في بعض الناس تصر على كده، فثلاث ارباع العيانين بتهرب، يقول لك لا انت هو في ايه. انا شخصيا ما باخدش كونسنت من المريض الا لو كانت البايوبسي ريسكي، يعني موجوده في حته صعبه قوي، او العيان عنده انفيزيما وشكله هيجي له نومو سوركس جامد والحاجات اللي هي كده اللي انا هقولها لك دلوقتي، فبخليه يمضي على كونسنت. اذروايز ليجن كبير ولازق في الشيست وول والكواجيليشن بروفايل بتاعه كويس، خلاص توكل على الله. بعد كده
في بعض الأحيان، ودي نقطة مهمة جدا، إحنا لما نيجي ناخد البيوبسي ما بنحقنش صبغة، يعني بيبقى عندنا الفيلم ونشوف الليجن موجود فين، ناخد مقطعين ثلاثة عشان نشوف الأبروتش هيبقى عامل إزاي من غير صبغة، لكن لازم تحقن صبغة في الحالات دي. نمرة واحد، you are suspecting AVM، ده ملهاش حل، ما تمدش إيدك على العيان إلا لما تستبعد هذا. you are suspecting hypervascular deposits، من حتة اللي هي الحاجات الانجيومتس والكلام دوت، برضو ما تعملش الا لما تتاكد. وبعدين لما يكون في ليجن جنب وان اوف ذا ميجور فيسلز، لو انت من غير صبغه هتلاقي الاثنين شبه بعض خلاص، فانت تحن صبغه عشان تشوف الفيسل فين والايه والماس فين عشان تعرف تاخد. نعم، ما لا ما فيش يس ات از فاسكولار ليجن، بس ما فيش مشكله ان انت تاخد منه، ما فيش مشكله. يبقى امتى تشتغل؟ لما يكون الاي ان ار اقل، دي اقل، لا اسف، البليدنج هيحصل لو كان الاي ان ار اكتر من 1.3 او البروثرومبين كونسنتريشن اقل من 70%، دي هي اللي غلط، اقل من 70%. يعني انت لما تعمل بروثرومبين كونسنتريشن وتلاقيه 60 65 ما تشتغلش، الا لو ما فيش صرفه تانية والمريض هيمضي لك على كونسنت تشتغل خلاص. تيجي بقى تاخد البايوبسي بانه واحد من دول، ده لا، الاكس راي لا، لانك انت يو دو نوت نو ذا نيتشر اوف ذا ليجن، ولا انت شايفه. والناس كتيره بتعمل كده، زي الماس اللي كانت في اللانج وافتكروها بلورال افيوجن واندر فلوروسكوبي، داخل طالع داخل طالع، يو دونت نو ده ماس ولا فلويد ولا كده. الالترا ساوند للناس اللي بتعرف تشتغل بيه، والسي تي للناس اللي بتعرف تشتغل بيه. الابره، اعتقد انتوا شغالين بالابر دي ولا ايه؟ ولا في ابر تانية؟ دي بس، دي افضل واحده فيهم، دي احسن واحده على الاطلاق. الابره ديت عباره عن تروكر وكانيولا كده جوه بعض، لما تشد البتاعه دي لورا في سوسته هنا بتمسكها، يعني لما تشد دي كده لورا في سوسته. نعم ماشي، دي احسن واحده فيهم على الاطلاق الابره دي. انت بتشتغل ازاي؟ الابره كلها بتبقى عامله كده، ده جوه ده، لما تشد المحبس كده السوستة تمسك المحبس، فتقدر تزق اللي جوه الماسوره اللي جوه، فتطلع الحفره دي بره بره الابره، زي ما هوري لك دلوقتي اهو كده. ادي الابره وانت دخلتها من السكين وصفت بيها لحد الليجن خلاص، هتروح زائق التروكر اللي جوه فتبقى الحفره جوه الليجن، تروح دايس على الكعب فالسوستة تنطر، فتروح الايه الابره دي معبيه التيومر وداخله بيه جوه التروكر مره تانية، وتيجي انت ساحب الاثنين وخارج بيهم، وبعدين تروح فاتحها وتنزل البايوبس كده، يعني زي ديت او زي دي. طيب ما علينا، تيجي بقى ازاي تعمل البايوبس. انت جالك شيست وبصيت فيه كده اهوت، طبعا سي تي، وهتقعد بقى تشوف الافلام القديمه والبروسرم كونسنتريشن وكل الكلام ده، وبعدين تختار البوزيشن بتاع البيشنت اللي هو يخليك تابروتش الليجن من اقصر طريق ويكون بيربنديكولار. فمثلا دوت عيان عنده ليجن في اللونج بيز، ما ينفعش ينام على بطنه على ظهره، لازم ينام على بطنه عشان تيجي انت من ورا، ده اقصر طريق كده، ممكن تيجي له من الجنب بس هتمشي في اللانج مسافه اطول، فانت تنقي دايما اقصر حاجه. ليجن زي ده لازق في الشيست وول، ممكن تيجي له بيربنديكولر، بس الاسهل والاحسن انك تعمل زاويه ان بتوين ذا ريبس، فتروح ايه هيتنج الليجن ببساطه. فده مثلا عيان جالنا وهو عنده ماس هنا في الليفت لور لانج لوب، فقلنا ده لازم ينام ان ذا برون بوزيشن علشان ندخل فيه كده. فانت لما تيجي بتقيس المسافه من الميد لاين لحد المكان اللي انت عاوز تخش فيه، يا اما تخش قبل الريب يا اما تخش بعد الريب، صح كده؟ فانت بتشوف المسافه الداخله بتاعتك انهين الكويسه، فانت بتقيس مثلا عاوز تخش قبل الريب، فتشوف المسافه دي كام وتعمل علامه هنا وتعمل لوكال انستيزيا، وبعدين هتدخل في الليج، او تختار الناحيه الثانيه سيان. نعم، مفيش هنا يعني، انت بعيد،
ما يعني انت امتى تكون خايف؟ لما يكون الابره لو زادت في الدخول هتهيت الاورطه، يعني الاورطه في سكتك، لكن طالما هو على جنب وانت على جنب خلاص مفيش اي خوف. ماشي. بعد كده بتدخل الابره وتفتح التروكر وتاخد مقطع، فتلاقي الحفره بتاعت الابره اللي هي ديت كده جوه الليشن، then you hit الكعب بتاع الابره وتاخد البايبسي وتخرج، وبعدين تاخد مقطع بعد البايبسي عشان تشوف عملت نزيف، عملت نمو سوركس، الحاجات دي كلها. هل تستنى شويه؟ لا لا، immediate على طول. لا، بناخده على طول على طول. هو لو هيحصل هيحصل على طول وهو على الترابيزه، مش هيستنى، فتشوف على طول. لو كان موجود خلي بقى المريض جنبك شويه عشان تشوف هيكبر ولا مش هيكبر، والنفس بتاعه هيبقى ديستربد ولا لا. فده مثلا عيان عنده فوكال ليجن هنا في اللونج بيز، وبعدين خدنا منه البيوبسي، خرجت بالابره، طلع لك شويه نوموثوركس خفيف. ده نوموثوركس مقبول وهيروح لوحده وكل حاجه تمام. لكن لما يبقى كتير قوي، وبالذات لو كان بيزيد كل شويه، ده هيبقى محتاج تيوب، والتيوب دي مش احنا اللي بنعملها، الجماعه اللي هم بتوع طيب. النوموثوركس الانسيدنس بتاعه حوالي 30%، يعني تلت العيانين هيجي لهم نوموثوركس، لكن 6% بس هو اللي هيحتاج التيوب والباقي مش هيحتاج التيوب. اللي هيخلي النوموثوركس يحصل الحاجات دي: ان العيان كبير في السن، ان عنده كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، انه عنده امفيزيما، انه بيكح كتير قبل ما تاخد منه العين، ان الليجن ديب ان ذا لونج، انك انت الليجن صغير فممكن يتحرك مع النفس فما تعرفش تصيده، انك انت فضلت داخل طالع داخل طالع لحد لما، انك انت اخترت ابره تخينه، انك انت يو بايوبسي اكافيتري ليجن، ان كافيتيتنج نيوبلازم. يعني دي من الحاجات اللي هي لو انت عديت بالابره في الجدار هتخش في الهواء، فهتدخل الهواء على الهواء فهتطلع نوموثوركس على طول. خلاص. فانت مثلا شايف انت العيان ده الماس اللي احنا عاوزين نبايوبسي موجوده فين؟ اهي دي. خلاص. ما تقدرش تجيلها من قدام لان قصادك الاورطه والمش عارف الايه والايه، فانت عاوز تجيلها من ورا، ادي الابره اهي وانت عاوز توصل هنا. كويس. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ وكس سود اهو، صح؟ ان ادي الابره اهي دخلت داخله قويه جدا لحد الليجن، اند ذا بيشنت ديفلوبد ايه؟ نوموثوركس بالعبيط. طيب ده عيان عنده ماس هنا، شايف المكتوب عليها ام دي، قصادها من قدام ذا سوبيريو فينا كيف، من ورا الازيجوس فين، يبقى مش هتعرف تيجي من قدام ولا من ورا، فهتيجي من الجنب. هتيجي من الجنب فهتمشي مسافه طويله ان ذا لانج. مسافه طويله ان ذا لانج يعني حاجتين: هيموريدج ونوموثوركس. And this is the appearance of the hemorrhage. الهيموريدج اقل في الانسيدنس من النوموثوركس، وما بيكونش فيه مشاكل اكتر من ان المريض نفسه بيتفزع واهله بيتفزعوا. يعني هو از سيلف ليميتنج، مش هيموت العيان الا اذا انت يهيت الدورطه، ان يتيك بايبسي ودورطه، دي مشكله ثانيه. لكن لو انت ماشي في اللنج عادي وجبت نزيف، العيان هيكح، بكح بقى كميه اكتر من اللي انت متخيلها، ويفضل ينزل وتجيب كلينكس وبتاع وينزل وهكذا، لدرجه انك انت تحس ان العيان هيموت، لكن هو مش هيموت. بس لو حد بقى من قرايبه واقف جنبك خلاص انت اللي هتموت. يبقى موضوع بقى اهم تو كومبليكيشنز الايه، النوموثوركس والهيموريدج. لكن انك انت تسبريد ذا تيومر على النيدل تراك، ده الانسيدنس بتاعها 0.012%. انك انت تعمل للعيان اير امبوليزم برضو دي حاجه رير. انك انت تقتل المريض ديت يعني امتى تعملها؟ لو جاله تنشن نوموثوركس وانت ما خدتش بالك والعيان عند ديسنك 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 لحد لما فطس، او انك انت يو هيتد وان اوف ذا ميجور فيسلز فقطعته بالعند، يعني خدت البايبسي منه، او دخلت كميه ضخمه من الهواء فهيموت. تيجي بقى للميدياستاينم، وده اصعب بكتير من بالذات لو كانت الليجن صغيره. عندك 300 طريقه عشان تعمل ميدياستاينال بايبسي، بس انت في الشغل كله مش لازم تعرف الطرق، انت اهم حاجه بالنسبه لك انك انت يابروتش ذا ليجن من اقصر طريق وذا سيفست واي.
ففي باراسترنال وترانسسترنال وسبسترنال وبارافرتبرال، كل ده مش مهم. انت المهم بالنسبه لك ايه احسن سكه تاخد فيها البيوبسي. فمثلا ديت بعض الاكزامبلز، ادي الاورتيك ارش اهو، وواحد من الكور دي هو السوبيريور فينا كيف دلوقتي، عشان انت ما انتش حاقن سابها، بس انت مالكش دعوه بدول، انت عاوز تاخد من دول. ليه تاخد من دول؟ عشان ما تخبطش السوبيريور فينا كيف، صح كده؟ طيب لما تيجي انت في دول لازم تدخل الابره بميل مع الاورطه، ما تدخلهاش كده، عشان لو هي مشت شويه ات ويل هيت ذا اورطه، لكن لما الابره تكون مميله كده وتمشي براحتها مش هتهيت الاورطه، خلاص؟ فانت بتيجي مميل كده. بس عندك بقى هنا one of the important vessels اللي هو الانترنال ميموري artery and you should avoid، يا اما تيجي جوه منه يا اما تتحرف لبره عنه. ف مثلا هنا this is the aortic arch ودوت الانومينيت ارتري ودوت الانومينيت فين، والماس هنا، وانت عرفت يعني بطريقه او باخرى تدخل ما بين الاثنين دول، بس ما تعملش الحركه ديت الا بالصبغه عشان تبقى عارف انت فين الفيسل من فين اللي مش فيسل. هنا الانترنال ميموري ارتري كده وانت جيت من بره لان الماس كبيره ومساعداك، ولو انت مشيت خلي بالك بقدر الامكان كل ما تدخل الابره وانت عامل حسابك لو كبرت منك مش هتهيت الفيسل، دي مهمه جدا، مهمه جدا، لانك انت في بتقعد تحط علامات على الابره والابره جريدنج وكل حاجه، ومع ذلك اول ما تحط الابره وتاخد صوره تلاقي الابره جوه الاورطه. طالما الاورطه في سكتك هي دي المشكله، فانت احسن لك تكون الابره مميله بحيث لو كبرت ما تهتش ايه ولا واحد من بس. يعني الابروتش ده مش كويس، ليه؟ عشان المسه اهي، وانت لو دخلت كده هتروح جايب خبر الايه؟ البلمونري على طول. طيب دي ما حدش بيعملها، يعني اللي هي ترانس استرن، انك انت لو تجيب ابره تخينه قوي وتروح خارم الاسترن خلاص، وتعتبر الابره دي هي الممر بتاعك، وتجيب الابره بقى بتاعت البيوبسي وتدخلها جوه الابره اللي انت دخلت بيها في الاسترنوم وتاخد البيوبسي. عيبها انك انت ما تعرفش تغير اتجاه الابره، انك انت حطيت البتاع ده ولازم تخش جواه وانت بقى ونصيبك، فده ترانس استرنال ما هوش مستحب قوي. طيب اللي هو the sternum is difficult to be penetrated, the lesion moving with respiration and pulsation, the hemorrhage usually ما بيبقاش كتير قوي في طيب هنا مثلا ده ترانس سترنال ابروتش اللي بري اورتيك لينف نود، وده برضه ترانس سترنال ابروتش، يعني بعض الاكزامبلز اللي انت ممكن تتفرج عليها. سوبرا سترنال بدل ما تخرم الاسترنم تيجي من فوق وتعوج الابره وتنزل من وراه زي كده، ادي الاسترنم اهو وادي الليجن اهو، لو انت عاوز تخش كده هتخرم الاسترنم، فانت تيجي من سوبرا سترنال نوتش وتيجي نازل عليه، ودي طريقه سهله ومجربه. لو انت عاوز تخرم الاسترنم من ذيس ذا ماس وشايف الصبغه موريالك الفيسلز، وده مهم جدا، لكن الاسهل انك انت تيجي من فوق الاسترنم وتنزل بالابره تعمل زاويه وتاخد من الماس ديت، ما فيهاش مشكله. بعض الناس انا ما بعملش كده، لو هو عاوز ياخد بايوبسي من دي كويس ومش عاوز يمشي في اللانج، يروح مدخل الابره ويجي على حرف البلوره ويحقن سلاين، فيروح كانه عمل بلورا الافيوجن صغير كويس. بس دي محتاجه سرعه، لانك انت بعد لما تحقن الميه لو اتلفت كده خلاص الميه هتبقى ابزوربت، فانت بعد لما تحقن الميه وتكريت السبيس ده تيجي داخل بالابره بتاعتك هيتنج ذا ليجن على طول. فهنا هو عامل لك كده ان في حقن شويه سلاين هنا، فراح جايب اللنج كده لجوه شويه عشان يعرف يخش بالابره في الحته دي فما يعملش نوموسورس. نفس الحكايه هنا اهو، بتحط الابره هنا وتحقن ميه وبعدين يهيت ذا ليجن بنفس الطريقه، ميه يعني سلاين يعني. او انك انت تحك قوي في الفرتبرا علشان تبقى ضامن انك بعيد عن اللنج، فتدخل الابره كده وتمشي لازق قوي قوي في الفرتبرا وتهيت الايه؟ الماس ده. هي ما تعملش الابروتش دوت خالص، حتى لو هددوك باي حاجه، اللي هو ريترو اورتيك ابروتش، انك انت الماس تبقى هنا في الشمال وانت ولا في اليمين وانت عاوز تجي لها من الشمال من ورا الاورطه، يبقى انت ناوي على العيان، يعني انت اللي قصد انك انت تاخد بايوبسي من الاورطه، خلاص ده اسمه ريترو اورتيك ابروتش، ما تعملوش خالص. طيب
الحاجات اللي ورا في حاجات كتير قوي بتضايقك وانت داخل، من ضمنها الاوستيوفايتس، كل ما تدخل الابره تخبط في الاوستيوفايت وما تقدرش تيجي في الليش، او كل لما دي برضو من الطرق العاديه انك انت خدت مقاطع ولقيت الماس ولا مقطع فيهم سالك ولا مقطع فيهم فيه فتحه تعرف تخش منها، ما يهمكش تنقي البتاع وتقعد بقى انت رايح جاي رايح جاي لحد لما تلاقي خرم وتيجي داخل منه، لكن انت مش هتعرف تجيبه بالاشعه. بس دي عاوزه يعني تكون انت يعني تكون عملت 300 الف حاله قبل كده. طيب اما بقى الفلويدز فانت عندك نوعين، الانسيستد فلويد ما فيش منه مشكله انك انت تدخل كاسيتر وتسيبها تركبها على كيس جمع بول وتسيبها تفضي الانسيستد فيوجن. لو كان فري وانت عملت الحركه دي هتدخل هواء عشان ما فيش اندر ووتر سيل فهتقلب الافيوجن الى هيدرونوموس اوركس، فما تعملش كده. لما يكون مالتيبل زي دولت كده فانت بتدرين كل واحد لوحده، يا اما تشفطه يا اما تحط فيه قسطره. دي القسطره اللي احنا بنشتغل بيها، هي بتبقى زي بيج تيل كده بس جواها الاستيلت بتاعها، فانت لما تزق الاستيلت يروح فارد البيج تيل فتتحول كلها زي الكانيولا، وبعدين تيجي مدخلها كلها مره واحده وتيجي ساحب الحديده فالبيج تيل ترجع تاني فتثبت في المكان. دي احلى واحده فيهم على الاطلاق، غير الجايد واير وغير كل الحاجات اللي بتاعت ايام زمان. يعني ده السيت بتاع ايام زمان، في دايليتورز وفي جايد واير وفي قسطره وفي ابره وفي يعني في بلاوي كتير قوي، ده كل دوت ما بقاش موجود. And this is the ideal needle for drainage. اعتقد انها موجوده هنا ولا ايه؟ مش موجوده؟ مش موجود. يعني دي اسهل واحده على الاطلاق على الاطلاق. نعم. لا ممكن مش لازم في اللنج، ابسس في الابسس في الليفر، ابسس في البريتونيوم. والله ما يرضوش يسيبوكوا تعملوا كده. يعني مثلا واحد زي ده كده حلو جدا، ده انسيستد وكل حاجه تماما يحط دي سهله جدا بتعملها من غير مشاكل خالص. المهم بس في معلومه هنا لازم تبقى عارفها، انك انت لو مديت ايدك على بلورال فلويد يستحسن ان ما يكونش فات عليه اكتر من 6 اسابيع، علشان لما فات عليه 6 اسابيع بيحصل زي اديجنز في البلورا فبتمنع البلورا ان هي تكولابس، فكل ما تشفط انت الميه يفضل الديد سبيس مليان هواء وهيفضل يعبي بعد كده وتدخل انت في متاهه. دولت بيعملوا لهم ديكورتيكيشن على طول، لكن لما يكون افيجن جديد ممكن انت تشفطه والامور تتحسن بطريقه افضل. اما الابسس بقى فانت لو افترضنا انك انت هتعمل درينج للانج ابسس لازم يكون ما فيش ولا هواء ما بينك وما بين الابسس، يعني يكون الابسس لازق تماما في التشست وول عشان ما تعملش البرونكو بلورال فيستولا او تعمل البلورال فيستولا وتدخل الصديد على البلورا وتدخل في متاهه ثانيه. طيب دولت بقى الكومبليكيشنز اللي هي ممكن تحصل من هذا الموضوع. تيجي للميسوتوما، وانا قلت لك ان الميسوتوما اكتر حاجه خطر فيها هو الهيمرج، فاحنا في طريقه احنا ممكن نعملها انك انت تحقن جوه الكافيتي انتي فانجل تريتمنت اللي هو اسمه امفوتريسين بي. بيقول لك لو انت حقنته وهو عامل زي الميه كده هيابزورب في الثانيه ومش هيلحق يافكت الفانجس. طيب هتعمل ايه؟ هتروح حاطه على حاجه جيل او بتاع كده تمنع الابزوربشن بتاعه السريع. طيب الحاجه الجيل والكلام دوت محتاج ابره تخينه عشان تنفع تحقنه جواه، ولو انت عملت ابره تخينه ودخلت بيها في كافيتي يعني طلعت هواء من الكافيتي على اللنج هتدخل في متاهه. فقال لك طيب احنا نعمل بقى ايه؟ زي السنترال فينوس لاين، هنحط ريزرفوار على السكين وندخل ابره ايبيديورال كاستر ونحطها جوه الكافيتي، وكل ساعتين ثلاثة أو كل 4 ساعات نحقنه أنفوتريسين جوه الإيه؟ جوه الكافيتي لحد لما نموت الإيه؟ الفانجس. وبيجيب نتيجة كويسة جدا وبيوقف الهيموتسيس وكده، وده الكافيتي بعد لما موت الإيه؟ الفانجس اللي جواه. آخر حاجة في الموضوع ده اللي هو الفاسكولار، وزي ما أنا قلت لك يا تفتح يا تقفل. تفتح ما اعرفش اذا كان بيتعمل هنا ولا لا، لكن ما بيتعملش في مصر خالص انك انت تدخل اللي هي الفوجرتي كاستر دي عشان تشفط تجيب الامبولاس من البلمونري ارتر، ما بيتعملش. بيتعمل؟
ما نفعتش يعني. طيب احنا هو القفل اسهل من الفتح، يعني انك انت تدخل القسطره وتروح حاقن اي وكسه جوه البتاع فتقفل بيها. فانت عندك الحاجتين اللي انت بتقفلهم هم الاي في ام والايه والانيوريزم، صح كده؟ هم دول. ففي حاجات بتتقفل بستيل كويلز، وفي حاجات بتتقفل ببالونز، وفي حاجات بتتقفل بالاثنين مع بعض لما تكون كبير. And this is an example of كذا واحدة AVM بالبلمونري انجيوغرافي، ودولت مقفولين بالايه؟ بالستيل كويلز. وده عيان عنده تي بي وعنده البرونكيال سيركيليشن زي ما انت شايف كده هايبرتروفايد، وده سبب ان العيانين دول بيجي لهم هيموبتسيس باستمرار ممكن يموتهم. وكذلك الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس وكده، then you introduce an artery within one of the bronchial arteries وتقفل كل السيركيليشن ديت بالحاجه اللي تقدر عليها، اللي هي في الغالب بتكون اللي هو الايفولون ده اللي هو البوليفينايل الكحول. ده عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما وارقضت البلمونري ارتري، فعملت في الوول بتاعه سودو انيوريزم. هذا السودو انيوريزم ممكن ينفجر في اي ثانيه ويموت العيان. فانت بتعمل ايه؟ بتيجي الاول عامل انجيوغرافي علشان تدل ده البرونكوجينيك، وادي السي تي، وادي الريكونستراكتد ايمج، وادي الانجيوغرافي. And you see the weakness of the wall and the site of the pseudo aneurysm. Then تروح مدخل بقى الامبولايزنج ماتيريال وتقعد تعبي فيه ان اهوت ستيل كويلز وبتاع لحد لما تقفل الحته ديت خوفا من الايه؟ من النزيف. ده واحد بيست وعنده بايلاترال بلمونري انيوريزمز، then you introduce الكاسيتر وتقعد تعبي الانيوريزم باي ستيل كويل. وده في الغالب انت بتحتاج البالونه هنا علشان تسد بيها الارتري عشان تعرف تحقن الايه الستيل كويلز ما تجريش منك في حته. ده شيست اكس راي وفيه هنا اهوت ليجن في الحته دي. السي تي انجيوجرافي بتاعه ورى ان فيه هنا ايه انيوريزم. الكاستر انجيوغرافي ورى ان في انيوريزم. بعد كده دخلنا بالقسطره وحطينا ستيل كويلز ودين ده انيوريزم، ودي الصوره بتاعه الانجيوجرام بتاعها. الاي في ام طبعا زي ما احنا قلناها سهل جدا في التشخيص، لكن عندها هي خطوره في انها بتنزف وبتعمل هيموبتسيس وكده. then you may include ده يا اما بالستيل كويلز يا اما بالبالون. ده الانجيوغرافي بتاع البلمونري فيسل، and you see the artery shunting the blood to the vein. وده المنظر بتاع الاي في ام في السي تي اوف ذا تشيست. هنا هو بقى ولا نوديول ولا بتاع، ده هنا هو تو فيسلز كده ماشيين على جنب. العيان طبعا عارف انت البلمونري اي في ام من ضمن الكومبليكيشنز بتاعتها انها بتشنط على طول البلمونري بلاد للسيستميك سيركيليشن، وبيطلع على طول على البرين، فممكن العيان يجي له برين ابسيسيز والحاجات زي كده. ان ذس از ان اكزامبل. ودي بلمونري فاسكولار مالفورميشن صغيره بالسي تي وبعدين بالانجيوغرافي. ذس از ذا ارتيريال فلو اند ذس از ذا فينس فلو وبعدين ماي ذا ستيل كويل. وده تو بلمونري اي في ام، واحده صغيره واحده كبيره. ديت الكبيره اللي فيهم ده الانجيوغرافي ذا فيدنج ارتري اند ذا درينينج فين وبعدين بالون اوكلوج. والصغيره اتقفلت بايه؟ بستيل كويل. دوت بيقول لك ايه هو الكريتيريا ان الاي في ام اتعالجت كويس. يعني لو انت حطيت فيها، لانك انت بعد ما تحط ستيل كويل او تقفل ببالونه عندك انسيدنس اوف ريكرنس. لكن لو انت عملت للعيان ده بعد 6 شهور وما لقيتش اي فلو في المكان بتاعها، او الارتيريال بلاد اوكسجين ستيبل لمده سنه، والاكس راي والمالتي ديتكتور سي تي ما ورالكش حاجه ات ذا سايت اوف ذا ليجن، يبقى معنى كده ان انت نجحت بفضل الله انك انت تقفل. تو ليجنز، تو اي في ام، واحده عملاق زي ما انت شايف كده، واحده صغيره ثانيه. اند ذن ده المنظر بتاعهم في الاكس راي. ممكن هنا ما تلاحظش قوي الفاسكولار ميديكال ممكن يعني، لكن في السي تي هيبقى سهل عليك انك تشوفه. And this is the final occlusion، واحدة بالونة صغيرة وواحدة
بالونة كبيرة. ده يعني كان زي فكرة كده سريعة.